في دو يحكم كارطون جون هذاك. عيش الحال. إذا نحمي نفسي ونحمي العائلة تاعي، نحمي لونتوراج تاعي. شكرا للجميع على هذا الاستقبال هذا يعني والحرص على المواطن اللي مريض. العملية سوف تدوم بعدة أيام ويكون المواطن على علم أن هذه العملية تجري بمواعيد، يتقدموا المواطنين اللي راغبين في التلقيح يسجلوا نفوسهم لنعطيهم أريحية وكل التوضيحات، لأن العملية في حد ذاتها المواطن يتلقى فحص طبي من بعد ما يسألوا الطبيب لعدة أمور ربما تتعلق بالوضعية الصحية تاعو، إذا هو مرض مزمن السن تاعو. بعد ذلك نقوم بتسجيله في الدفاتر المخصصة لهذا ونقوم بالعملية ويوضع لمدة 30 دقيقة لإعطاء أريحية وأكثر ضمان للمواطن، لأنه فيه عملية تلقيح تجري بكل ضمان 30 دقيقة، وكل هذا يجري بأمور تنظيمية بدون ضغط باش المواطن يكتسب الثقة بأنه سوف يتلقى لقاح اللي راه يحميه.